احنا مبسوطين ان احنا كنا وسطكم النهارده. هنقدم مجموعه صغيره من الترانيم. انتوا عارفين العذراء كانت اله مقدس وطاهر. واحنا النهارده هنرنم كمان ونطلب نفس الطلب. تعالى يا رب بنورك اكشف كل عمل ابليس في حياتي. احرق كل زوايا بتخبي. نقي قدس اله. ولما يتقدس الاله تنفتح العيون الروحيه بتاعتنا. فنقول كده لما انفتحت جوه في قلبي عيون النور ملعيني جماله وبلائه اللي كان مسطوح. تعالوا مع بعض نستمتع ونصلي ترانيم. امين.